أبو عبادة حبيب الملايين حبيب الشعب، اللهم صل على النبي. قمر قمر مصور. خلصت؟ ايش بدك؟ 200 ليرة. 200 ليرة؟ بدي انزع الكافتيريا مع رفقاتي احضر المباراة. نعم. ايش بدك؟ لا لا، كل شيء لهي لهي. اوعك اوعك قلك. ليش؟ ايش رح يصير اليوم يعني؟ المباراة المباراة رح تبلش بعد ساعة، وانا ورفقاتي بنحبك نتفرج مع بعض ذمة يعني بالكافيتيريا. ايه انضرب على قلبك بروك تفرج عليها اليوم هون بالبيت، وين المشكلة يعني؟ لا ما بيمشي حال ما بيمشي حال، اصلا المباراة ما لها طعمة غير بين اللمة والناس والمشجعين واللايكو العبقري. صح صح يا سيدي، مباراة ما لها طعمة غير مع الناس والمشجعين. ومسوك يا سيدي، هاي 200 ليرة ما هي خسارة فيك. يلا شو هاد؟ ما هي الهدة يا سيدي، كرماها الهدية الحلوة. خذها الخبرية بابا. يلا بابا انا رايح احضر المباراة، وانت كمان لا تأخر، الناس تحت عم يستنوك. يلا رايح. سلام. أنا واحد أخذ معي هاد ولا هاد، ولا أخذ معي الاثنين مشان يشجع الريال أصدقه فيه صرخ. أنا نازل على الكافيتيريا، كنت ناسيان أبو تحسين والشباب تحت عم يستنوني. أنا نازل. شو؟ أنا راح أنزل. ها أبو تحسين، بس الكافيتيريا ولا؟ طيب أنا نازل. أوكي شبك إيش فيه يعني؟ حتى بيوم إجازتك بدك تنزل أبو عبلة، حتى بيوم إجازتك بدك تنزل وتروح بدل ما تبرك معي البيت؟ طيب شلونك؟ شلون صحتك؟ ناقصني شي؟ البيت شلون ماشي؟ يخرب بيتك من حالك. نزل ماشي، نزل بسيطة يا أبو عبلة، نزل روح. بدك تنزل؟ نزل روح. والله بتعبي، خلاص حقك. يلا أنا نازل. ماشي يلا أوكي. روح روح وعيل 3 دقايق رح تلاقيني وراك. لا تقولي اسم الكافيتيريا، ها رح اعرفها لحالي، رح تمدور حتى اعرفها واجي ابرك معك. ماشي، ما رح ابقى بالبيت لحالي واحكي مع حالي مثل مجانين. لحظه لحظه، وين بدك تدوري علي؟ وين بدك تنزلي بين الكافيتريات وبين الناس؟ وبدك تنزلي يخرب بيتك؟ خلص معناها اقعد هون بالبيت ومتفرج عليها سوا. ام عباده انت بتشجعي ريال وانا بشجع برشا، ها بدنا نتفشفش على بعض وبنتخانق على بعض، كل ما بدخل جول نقوم ننتف شعور بعض. وانا بصراحة بدي اروح اتفرج على المباراة على رواق وبدون صداع. بوعدك وعد شرف بقمة الهدوء، وما رح تسمع صوتي منوب، صوتي ما رح يطلع منوب. يعني عبادة راح وخدوش ما بتتابع مباريات، بروح متابعها سوا وبعمل لها فوشار. طيب بس وبصب لك كولا كمان. لك ما هو ولك عود وحاجة بس بهس، ولا تخاف يا سيدي لما تخسر وما راح اتمسخر عليك. شو مين عم يحكي؟ عم تحلم المسكينة وراح نحن كسبانين يا ستي. موافق راح اتفرج على المباراه هون، وانت وعدتيني راح نتفرج بهدوء وبدون صداع، وراح نشجع بعقل وبدون ما نعصب على بعض. موافق ومنشوف مين راح يكسب، وراح اكسر راسكم. قومي جهزي اسلحه، قصدي قومي جهزي الشيبس والكولا والغراض وشغلي اللازمه بسرعه. شو ام عبده؟ صف 10 دقائق تبدا المباراه، وين ماسك الريموت بايدك وكيت ميل بلازما؟ شغلي باقي انا اتفرج. ما هن لسه عم حموا. لا تخاف، في مشكله بالصوت، الصوت عم بروح وبيجي. بعدين انا وعدتك بس بلاش مباراه رح تتفرج عليها بهدوء تام. يلا بلشوا تفرج. يلا يلا شوت شوت شوت، يلا شوت شوت. لا تروح دقايق ولا تروح، بس احسبها من هاي الاخرى. شوطة شوطة ولك شوطة يا بني ادم شوطة. ولك باص ولك باص ولك حطي باص حطي باص. ولك بدي شوطة انا ولا انت؟ روح روح روح. احسن احسن يا سيدي، اصلا انتوا لعيبتكم من حريفة منو ولا بيفهموا شيء بالفوتبول منو. خليكي ساكتة يا عبادة، خليكي ساكتة احسن. ها عطيها رحلو عطيها الحكام دخل، عطيها الحكام دخل. الحكم يدخلها يا عبادة، الحكم يدخلها. خليك ساكتة، ها خليك ساكتة. يلا يلا لا تروحها، لا خليش أنانية يا بني آدم، ليش أنانية؟ وروح عطيها وروح عطيها. بتسدل وبايع فيها فوشار، ايش عملت فيك انا هالله؟ معلش يا عبادة حقك علي،
عصبت انه هيك والله بتعال يخرب بيته. قومي عاملين لنا طقم شاي وبنبلش شوط تاني عشان نفرغ فيه على الرواق. قومي. ايه ماشي من عيوني اجت على اجريها اصلا. تكرم عيونك. بدك شاي لك. ماشي يا ابو عبده. تكرم عيونك تكرم عيونك. ولا شغلتي انا. انا بفرجيك هلا طول بالك. بسيطه يا ابو عبده. ماشي بسيطه. وهي احلى كاسة شاي لاحلى ابو عبده. تكرم عيونك بس انتبه سخنة كثير تقطع حالك. يو شبك ابو عبده. بسيطه منيح ما صار لك شيء. منيح ما لقيت على خير. ايش عملتي ايش عملتي حرقتيني سرقت. انا سرقت. خلاص روانه منيح ما لقيت على خير. بعمل لك غيرها هلا بعد المباراه. ليش بلاش شوط ثاني؟ ما صار لي شيء ما صار لي شيء. سرقت سرقت. انا قولي لي شوف غيروا لنا نيمار ولا نزلوا عمر السومه بداله. لحظه شوي انا نيمار انو نيمار انو عمر السومي. ايش دخلهم بالموضوع؟ شلون شو دخلوا؟ يعني بدلوا نيمار بعمل السومي ولا عملوا بالعكس؟ يعني مين هلا عم يلعب؟ ولو عمر السومي ايش دخلوا ببرشا وريال؟ ليش هو بيلعب بهذا المنتخب؟ اسكتي اسكتي كرمال الله ابو عبده. ما تفهمي بالطابه اسكتي. مين اللي ما بيفهم بالطابه ابو عبده؟ انت بتفهمي غير المطبخ؟ اسكتي كرمال الله اسكتي. انا اصلا ما بفهم بالكره اكثر منك فهمان ولا لا؟ ولك قد حق علي اصلا. ما نزلت على الكافيتيريا وتفرجت مع الشباب بركت مع البومي. من وشك رح يخسر فريق يخرب بيتي. انا بومي رح يخسر فريق بسببي ولا ابو عبده. اي ستي ما بتفهمي بشي. واسكتي ولا عم تحكي ولا اقول لك. تعال لهون حاسس نفسي اني باه. اي تعال لهون ابو عبده. الريال رح تربح. لا يا ستي البرشا رح تربح. عم بقول لك الريال رح تربح وانا عم بقول البرشا. لا تكبر الراس. انت لسه بدك تحكي. تعال لهون. ولو سأقول الآن هي شماتة فينجر فيك يا جوزي. نهاية الكلاسيكو. نهاية المباراة. نهاية المعاناة لفريق ونهاية السحر بعد 90 دقيقة لفريق. 1-0 تشافي. 2-0 بيدرو. 3-0 الفيا. 4 فيا. والخامس جيفران. بدايتها شعار البرسا. فزنا فزنا فزنا.